السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في العاشرة هذه الليلة، والتي نخصصها للحديث عن الدعوات لتعديل الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرة المغربية، بناء على تأكيد رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب أنه جرى الاتفاق مع المبعوث الأممي لليبيا في العاصمة المصرية القاهرة على وضع آلية عمل للوصول إلى حلول لجميع المشاكل العالقة وإجراء تعديلات على الاتفاق أو النقاط الخلافية في الاتفاق والعودة إلى المسودة الرابعة. وهنا ما هي طبيعة الاتفاق الذي توصلت له كتلة السيادة الوطنية في مصر مع رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا مارتن كوبلر، ولماذا المطالبة بالتحديد بالعودة إلى المسودة الرابعة، وما سبب البحث عن آلية لتعديل الاتفاق في حين أن الاتفاق السياسي يكفل في مواده هذه النقطة بشكل واضح، وما المطلوب حاليا من الفرقاء السياسيين لإنهاء حالة الانقسام؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة عبر الهاتف من مدينة البيضاء، عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، وأيضا من مصرات عضو مجلس النواب ولجنة الحوار السياسي سليمان الفقي، وعبر سكايب من العاصمة الإيطالية روما الناشط السياسي محمد فؤاد، وعبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل السياسي جمال عبد المطلب. أرحب بكم جميعا، وأرحب بكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام. وقبل أن نستطرد في نقاشنا هذا، نتابع هذا التقرير الذي يضعنا في الصورة. تتواصل المساعي في الداخل والخارج لإنهاء حالة الجمود التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي بعد عام تقريبا من توقيعه في مدينة الصخيرة المغربية. رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب خليفة دغاري قال إنه تم الاتفاق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر خلال لقاء بالقاهرة على وضع آلية عمل للوصول إلى حلول لجميع المشاكل العالقة. وأوضح دغاري أن كتلة السيادة الوطنية طالبت بفتح وثيقة الاتفاق السياسي وإجراء بعض التعديلات على النقاط الخلافية والعودة إلى المسودة الرابعة التي تنص على وجود رئيس ونائبين للمجلس الرئاسي. رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب أكد أن ولاية المجلس الرئاسي تنتهي الشهر القادم، ويجب العمل على وضع حلول تنهي حالة الانقسام، محذرا من أي اعتداء على منطقة الهلال النفطي الذي قد يعمق من الأزمة الحالية على حد تعبيره. غير أن مقترح فتح الاتفاق السياسي أمام التعديل وفق آلية عمل جديدة ليس في محله، ما دام أن الاتفاق يكفل للمؤسسات المنبثقة عنه تعديل مواده، إذ تنص المادة 13 من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي على أنه يحال أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، ويوافق عليه الطرفان وعضوية عضوين من مجلس النواب ومجلس الدولة تختارهم جهاتهم، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما، وتكون قرارات تلك اللجنة نهائية وملزمة. أما المادة 12 من الأحكام الإضافية فتؤكد أن كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري، وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو إحدى المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهما على صيغة هذا التعديل. معطى لن يكون ساري المفعول إلا بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وهو أمر لم يتم حتى الآن. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيوفنا، وأبدأ معك سيد الشيباني من مدينة البيضاء. سيد الشيباني، هنا بداية، لو أطلعتنا على طبيعة الاتفاق الذي توصلت له كتلة السيادة الوطنية في مصر مع رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا مارتن كوبلر. السلام عليكم ورحمة الله، نحييك ونحيي ضيوفك والمشاهدين الكرام. أهلا بك. طبعا هو حقيقة نحن الذي حضره السيد رئيس الكتلة السيد دكتور خليفة الدغاري، واللقاء لم يكن مرتب له، يبدو أنه جاء بالمصادفة، وتم الاتصال بالسيد خليفة الدغاري، وكان حديثه مقتضب، لم يعني لم نعرف ما الذي دار بالتفاصيل.
التفاصيل، ولكن يبدو أنه تم الاتفاق على فتح المسودة يعني توحيد الجيش الليبي تحت القيادة العامة للجيش الليبي التي انبثقت من الشرعية التي كلفها مجلس النواب، وكذلك ايرادات النفط الى المركز البيضاء. هذا ما فازنا به السيد الدكتور خليفه الدغاري. ولكن حقيقه فيما يتعلق بفتح الاتفاق السياسي اليومين الماضيين، كانت لجنه الحوار منعقده في مالطا، وتم طلب هذا الامر من السيد الشريف الوافي والسيد الشهيدي، ولم يتم الموافقه عليه من الطرف الاخر، وهذا اللي يبدو لي هذا الطلب مستحيل. وانا استغرب السيد كوبي حقيقه، إذا كان السيد كوبلر وافق السيد دكتور خليفة الدغاري على هذا الأمر، يعني أن السيد كوبلر لم يعد يعني يستحق من يثق فيه أي طرف، وهذا الرجل متخبط ويعني غير قادر حتى على ضبط وعوده وضبط ما يقول، وأصبح يتخبط يمينا ويسارا ولا يدري ما يقول. هنا يقول في البداية في مالطا قال أنه سيفتح المسودة، ثم تم رفضه من الطرف الآخر، خاصة من الطرف الذي هو موالي للاتفاق للمجلس الرئاسي ولمجلس الدولة ويعني وانتهى الأمر. وكان البيان الباهت اللي صدر من لجنة الحوار يعني ينصح مجلس النواب بأن يقوم بالاستحقاق اللي هو تضمين الاتفاق السياسي الإعلام الدستوري. فنفاجئ اليوم من السيد الدغاري والسيد كوبلر على استعداد تام لأن يفتح المسودة، وأن تكون من يوحد الجيش الليبي تحت القيادة العامة للجيش الليبي التابع لمجلس النواب، وإيرادات النفط تكون في مركز في المجلس في المصرف البنك بالمركز البيضاء. أمور حقيقة أنا لم أتأكد منها، ولا أعتقد أن هذه الأمور ستكون واقعية. طيب ولا يمكن طيب سيد شباني سنعود سيد شباني سنعود فيما تبقى من هذه الحلقة لتفصيل هذه المطالب. طيب أذهب بالحديث إلى السيد سليمان الفقي. السيد الفقي، يعني باعتبارك أحد الموقعين على هذا الاتفاق السياسي، ما تقييمك لهذه الخطوة من جانب كتلة السيادة الوطنية لتعديل الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخرة المغربية؟ بسم الله، وحي زوجتي ومشاهدي أنا في كل الأحرار في ربوع ليبيا الحديدة. أهلا بك. أقول أن هذا الاتفاق السياسي كان بعد حوار طويل بين القوى السياسية، وسمي حوار الأطراف السياسية ولم يسمى حوار البرلمان. يعني ولو كان سمي حوار البرلمان لربما قلنا أن كتلة السيادة هي جزء من هذا البرلمان، رغم أنها ليست هي الكتلة الكبيرة، وبإمكانها أن تتحاور مع البرلمان وتفرض ما شاءت وتلغي ما شاءت. فالاتفاق السياسي واضح جدا، وقع يوم 17/12، المادة 67 تقول أن الاتفاق السياسي من يوم توقيعه أصبح نافذا. المادة 12 في الأحكام الإضافية كما أتى في بيانكم تقول كل الأحكام استمدت شرعيتها من هذا الاتفاق. نحن نزولا وتقدير للوضع السياسي في ليبيا لن نتكلم بحرفية أو بقانونية، ولذلك لازلنا نحاول أن نجمع الشمل ونجمع الشتات ونترك المزايدات من هنا أو هناك، ونترك التخريص أو أن يتكلم أي كان باسم ليبيا بدون ما يراعي نتائج هذا الكلام. يعني اتفاق له سنة بذل جهد كبير جدا في الوصول إليه، علاقة ترحيب محلي وترحيب إقليمي وترحيب عالمي، تم إقراره حتى من جهات يعني كمجلس الأمن بقرارات 2029، تفاعل به الليبيين كثيرا. هذا الاتفاق لم يكن ضد أحد، كان سبب في استمرار مجلس النواب، أخوتنا في مجلس النواب أغرب أو في غيرهم كان سبب في أن يقول أن لو نظرنا من الناحية القانونية أو من الناحية الدستورية أو حتى من الناحية الاجتماعية، مجلس النواب انتهى بكل المعايير في 2010. لكن أردنا أن نجمع وطن، لا نريد أن يترك طرف من الأطراف هذا المنطلق السامي لجمع ليبيا وأن تأخذ مكانها الصحيح بين دول العالم إلى منهج الغلبة والاتهامات المتبادلة التي لا قيمة لها. طيب. المستفيد وغير المستفيد والأطراف يعني هذا كلام للأسف. طيب. يعني واضح سيد الفقي.
لكن لا قيمة له هذا الاتفاق. طيب واضح سيد الفقيه، دعني أنتقل للسيد فؤاد في العاصمة الإيطالية روما. سيد فؤاد، هنا ما تعليقك على هذه المبادرة التي قيل إنها ستبحث حلولا للملفات العالقة؟ بسم الله، تحية لك ولضيوفك الكرام. هو أولا المبادرة، يعني الآن السيد الشيباني لم يؤكد هذا، استمعنا فقط لتغريدة من كوبلر، شاهدنا تغريدة من كوبلر يقول فيها بالإنجليزي، لم يكتبها بالعربي، قال إن أي تعديل الاتفاق السياسي من ضمن بنود الاتفاق السياسي. الآن الأمور واضحة بالنسبة للجميع، يعني الاتفاق السياسي والأجسام الثلاثة الموجودة اللي هي المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والبرلمان، المفروض أنها منبثقة من هذا الاتفاق. هناك طرف كما يعلم الجميع يرفض هذا الاتفاق، هذا الطرف الآن تدريجيا بدأ تجاوزه، وأول شيء طبعا أن المجلس الرئاسي لن يقدم حكومة للبرلمان حتى يعطيها الثقة، حتى يقوم بواجباته، وهي ليست على فكرة مجرد التعديل الدستوري، ولكن أيضا هناك المواد 16 و17 و18 وهي مواد مهمة جدا لأنها ستغير في تركيبة البرلمان أصلا. وطبعا وعلى البرلمان أيضا أن يجد اللائحة داخلية له، وهذه في المواد المذكورة يعني. الباقي الآن تعديل الإعلان، تعديل الإعلان الدستوري طبعا كما يعلم الجميع قام به المؤتمر قبل أن يصبح المجلس الأعلى للدولة. أمام البرلمان حتى يكون شرعي ويكون موجود، يعني أنت الآن تتحدث مع السيد الشيباني، لا صفة للسيد الشيباني في الحقيقة في الدولة الليبية، ليس عضو برلمان، البرلمان غير موجود. أمام السيد الشيباني وكتلة السيادة وكل البرلمان حل من حلين ما يملكوش غيرهم، يا إما يعترفوا بأن التعديل الدستوري اللي قام به المؤتمر الوطني هذا تعديل دستوري صحيح، وهنا يبدأ البرلمان في عمله، أو أنهم يقوموا بالإعلان الدستوري. هم لم يقوموا بتعديل الإعلان الدستوري، هم لم يقوموا لا بالخطوة الأولى وبالخطوة الثانية. يعني بكل بساطة بالنسبة للدولة الليبية لا يوجد شيء اسمه البرلمان. البرلمان بالنسبة للمحاكم انتهى يوم حكم المحكمة الدستورية، بالنسبة للإعلان الدستوري انتهى يوم 20/10. وشيء آخر مهم جدا، لأن البرلمان كما يعلم الجميع أساس بقائه ليس هو للإعلان الدستوري ولا القانون، هو القبول الدولي. البرلمان موجود في السلطة بسبب أن المجتمع الدولي رفض بكل وضوح حكم المحكمة وأصر على أن البرلمان هو الجهة التشريعية والجهة الشرعية في ليبيا. الآن المجتمع الدولي، وللأسف الشديد يعني نقول هذا الكلام ولكن هذه هي الحقائق، على لسان جوناثان واينر المبعوث الأمريكي وهو مبعوث أهم دولة في العالم إلى ليبيا، قالها بكل وضوح، قال المؤتمر الوطني الليبي، المؤتمر الوطني انتهى في يونيو 2014 والبرلمان انتهى في أكتوبر 2015. يعني البرلمان الآن لا عنده قانونيا ولا دستوريا ولا بالاعتراف الدولي، هو أهم شيء استمد منه شرعيته البرلمان، البرلمان غير موجود. طيب. على البرلمان أن يقوم بخطواته ثم طيب. ثم إذا أراد تعديل الإعلان الدستوري تعديل الاتفاق فهذا يمكن حسب بنود الاتفاق، الأمور واضحة يعني. طيب أذهب إليك سيد عبد المطلب. سيد عبد المطلب، يعني هنا كيف تقرأ مقترح كتلة السيادة الوطنية على ضوء ما تحدث عنه رئيس الكتلة خليفة الدغاري أن ولاية المجلس الرئاسي تنتهي الشهر القادم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ محمد وأحيي ضيوفك الكرام الزملاء ومشاهدين ليبيا الأحرار. أهلاً. حقيقة الموضوع نحن تكلمنا كثيراً ويعني يعني استوانات مشروخة إذا صح التعبير. أقول للأستاذ السيد النائب خليفة الدغاري ابتداء، أولاً ليبيا أكبر من الأفراد، وأكبر حتى من مجلس النواب، ونعم هم نواب الشعب ونحن ارتضينا الديمقراطية ولهم شرعية، ولكن هو تكلم، نبدأ بنقطة أن المجلس الرئاسي سينتهي بعد كذا بعد شهر. الرد رد الزملاء ورد المجتمع الدولي، ومجلس النواب انتهى من أكتوبر 2015 المفروض، ولكن الضرورات تبيح المحذورات ونحن ارتضينا بهذا واستمر الأمر. هذه نقطة. نقطة ثانية، هل في سؤال حقيقة يفرض نفسه؟ أنا دائما في تحليلاتي، جزء من تحليلاتي لا تكون من آرائي، من الرأي العام، أنا أستطلع الرأي العام، لابد أن أحترم رأي الليبيين، الغالبية العاقلة التي تتعاطى السياسة والفكر
وشخصيات وطنية ويفكروا في الأجيال ويفكروا في الوطن. هناك سؤال كبير شرط استفهام، هل كتلة السيادة الوطنية هذه الكتلة التي نحترمها أيضا لها وجهة نظر ورأي؟ أولا هي صغيرة، كتلة صغيرة ليست كبيرة مثل ما قال الشيخ سليمان فقيه سيد النائب معروفة، وهو رجل يعني متفهم وكذا، أولا عددها قليل. ثانيا هي لا تمارس سياسة، لأن السياسة هي فن الممكن وفن التنازلات والتفكير في الوطن وكذا. في سؤال مرة ثانية يفرض نفسه على هذه الكتلة، احنا شاكين، انا شخصيا شاك في مسألة هل هي جادة في مسألة البحث والوصول الى مخرج والى يعني لهذه الأزمة، ام ممارسة المماحكات والخلافات وكذا والى اخره. مثلا على سبيل الذكر للحصر، السيد عقيلة صالح رئيس هذه الكتلة ورئيس مجلس النواب، وهو رجل حقوقي وشيخ قبلي وشخصية وطنية إلى آخره، قل فيه ما شئت، ورجل كبير في السن وعاقل، هو نفس الرجل كوبلر قال، كوبلر ما يكذبش عليه يعني، قال هو اللي طلب مسألة العدد الكبير بدل من رئيس ونائبين، هو اللي طلب هذا العدد وتكلم نفس الكلمة دائما، برقة مظلومة ونريد هذا العدد وكذا. وبالتالي نحن ما زلنا أعتقد أن السيد الشيباني وكتلة السيادة الوطنية ما زالوا يعني في طرحهم وفي كلماتهم لا تجدهم يبحثون عن حل، ولكن هم يضعون عراقيل. طيب واضح، لأن هناك نقطة في الاتفاق السياسي تشير، نعم أختم هذه لكي أتيح فرصة للزملاء، هناك نقطة معروفة والعقد شريعة المتعاقدين يرجع إليها عند الخلاف، عضوين من المجلس الأعلى للدولة وعضوين مجلس النواب وقاضي بدرجة طيب مستشار، سنعود إلى ذلك سيد عبد المطلب، الأمر ويحكم بينهما. طيب سنعود لهذه الجزئية. نعم. أعود بالحديث للسيد الشيباني في مدينة البيضاء مرة أخرى. سيد الشيباني، يعني هنا في كتلة السيادة الوطنية لماذا تطالبون بالتحديد بالعودة إلى المسودة الرابعة؟ أولي صراحة أريد أن أرد، لكن تفضل سيد الشيباني، تفضل ضيوفك ثلاثة ومن طيف واحد يدول، تفضل سيد الشيباني نفتح لك المجال وقالي وحدي، فأعطيني وقت شوية على الأقل الرد عليهم واحد واحد. تفضل سيد الشيباني. لأن فنبدأ من حيث انتهى المتحدث الأخير سيد عبد المطلب، يعني لما هل تسمعني؟ نعم أسمعك. يعني عندما تقول مجلس النواب انتهت مدته ومجلس النواب الان غير موجود، مجلس النواب عندما انتهت المده مدد لنفسه، ولان لا الاستفتاء يمكن في ليبيا في هذه الظروف، ومجلس النواب مش مستعد ان يخلي ليبيا في فراغ تشريعي. ففعلا كما قال السيد الاخير، الضرورات تبيح المحظورات، نحن كنا فعلا يعني لابد لنا ان نستمر، ليس رغبة في الاستمرار ولكن لا رغبة في عدم ترك ليبيا في فراغ تشريعي، وهذا أمر أعتقد عقلاني جدا جدا لو حكمنا العقل وأبعدنا كل الأمور الأخرى. فيما يتعلق بحكم المحكمة، أعتقد أن احنا انتهينا من حكم المحكمة، والأمر اجتزنا حكم المحكمة، والمحكمة البيضاء حكمت بالبطلان ومعدومية المحكمة الدستورية لعدم الاختصاص، لأن المحكمة الدستورية ليس من اختصاص أن تعدل في الدساتير. هذه النقطة. النقطة الأخرى، نحن في أزمة ثقة بيننا وبين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة. نحن نعلم جيدا لو أننا منحنا الثقة للحكومة أو حتى ضمننا التعديل الدستوري في التعديل، ضمننا الاتفاق السياسي في التعديل الدستوري، نحن نعلم جيدا أن هذا الاتفاق السياسي أخذ كمطية للوصول للسلطة، ثم بعد ذلك يضرب عرض الحياة بالسلطة التشريعية وبالاتفاق السياسي، لأننا رأينا كيف أنهم لم يحترموا الاتفاق السياسي وتجاوز الاتفاق السياسي، ومجلس الدولة تجاوز الاتفاق السياسي وقام بخروقات جسيمة على الاتفاق السياسي، وباركها كوبلن وباركها السراج، والسراج وحكومته ارتكبوا العديد من الخروقات التي لا تعد ولا تحصى، ولهذا نحن لا نثق في هؤلاء ولا نثق في احترامهم لهذا الاتفاق، وإنهم سيطبقون هذا الاتفاق. وخير دليل أنهم عندما بدوا في التنفيذ الذي بدون شرعنا، بدأوا باحتضان الميليشيات والمجلس والحرس الرئاسي
أهمل الترتيبات الأمنية وأهمل كل ما يؤدي بهذا الاتفاق التنفيذ الحقيقي على أرض الواقع ويمنح الحكومة البراح والنجواء. طيب يعني سيد الشيباني، أزمة الثقة هذه تتطلب ضمانات من طرفكم هنا. طيب دعنا نعود للجزئية، يعني لماذا في كتلة السيادة الوطنية تطالبون بالعودة للمسودة الرابعة؟ طبعا لأن المسودة، نحن أنا لست من مؤيدين المسودة الرابعة، ولكن المسودة الرابعة قد تكون حل، باعتبار المسودة الرابعة تعود بنا إلى رئيس ونائبين تفادي للتسع رؤوس الموجودة الآن، والتي بالتجربة وبالممارسة اليومية ثبت فشلها وثبت عدم مقدرتها وعدم تفاهمها حتى في داخل المجلس الرئاسي. هم متناقضون، بياناتهم متناقضة، هم تصريحاتهم متناقضة، هم يطعنون في بعضهم البعض، هم الآن منهم حتى من قدم مذكرة ضد السراج وضد المجلس الرئاسي في القرارات الأخيرة. هؤلاء لا يمكن أن يبنوا ليبيا، هؤلاء لا يمكن أن يعيدوا الاستقرار، هؤلاء لا يمكن أن ينهوا الأزمة في ليبيا. نحن واثقون لابد من العودة على الأقل إلى رئيس ونائبين، الرئيس ونائبين على الأقل هناك في إمكانية للتفاهم بين الثلاثة، أما التسعة من أطياف مختلفة ومن أطياف يعني غير قادر على التفاهم مع بعضها البعض، فهؤلاء كيف يقومون بدونه؟ كيف يقومون دولة وهي دولة مضطربة، دولة في حالة حرب أهلية، دولة في حالة انقسام، في حالة تشدي؟ لا يمكن نثق في هؤلاء. وبعدين هؤلاء مثلا أغلب من الموجودين في التسعة، هؤلاء تم تنصيبهم من الخارج، تم تنصيبهم الدول الاستعمارية. هؤلاء سيكون نحن حتى من خلال الممارسة عندما بدأوا العمل في طرابلس، بدأوا لم يبدوا بحل أزمات المواطن، بل ذهبوا للهجرة، توطين الهجرة غير الشرعية، إلى تعويض الجيش الجمهوري الأيرلندي، إلى مصرف مركزي، إلى الأموال المجمدة. هذه مؤشرات حقيقة تجعلنا لا نثق في هذه المجموعة الموجودة في طرابلس الآن. طيب. بسبب المجلس الرئاسي، وإن هذه المجموعة كارثة على ليبيا، وعلى الأقل العودة للمسود الرابع أهو للضررين، أخف الضررين. هذه ليست مثالية. طيب سيد الشيباني، طيب. لكن على الأقل نجد ثلاثة أشخاص متفاهمين، أحدهم من الغرب واحد من الشرق، خلينا نقولها بالإقليمية، أو واحد من الجنوب، وعلى الأقل في إمكانية للتفاهم. طيب طيب واضح. سيد الشيباني، بخصوص آلية التعديل، سيد الشيباني إذا كنت في الاستماع، يعني بخصوص آلية التعديل، المادة 13 من الأحكام الإضافية في هذا الاتفاق تنص على إمكانية تعديل الاتفاق وفق آلية واضحة، لماذا إذن البحث عن حلول خارج الاتفاق السياسي والآلية واضحة في هذا الاتفاق؟ نحن عندما رأينا الطيش والتهور وفرض سياسة الأمر الواقع وعدم احترام الاتفاق السياسي واحتضان الميليشيات وعدم القيام بالترتيبات الأمنية وعدم وضع خطة واضحة لخروج السجناء من السجون وعودة المهجرين، ورأينا تركيزهم على الجانب المال، جانب الموال المجمدة، تعويض الجيش الجمهوري، النفط، مصرف ليبيا المركزي، فأين نحن لا نثق في هذه المجموعة. لو قام مجلس النواب بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وشرعنا هذا الجسم الفاشل لضرب عرض الحائط بالاتفاق السياسي وبالسلطة الشرعية، وبدأ يمارسون أعمالهم من طرابلس وتذهب ليبيا إلى الجحيم. نحن نعرف ذلك، ولهذا مجلس النواب وخاصة الكتلة التي تحافظ على الاتفاق السياسي لم يتم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري إلا بعد العودة إلى المسودة الرابعة أو خيار أحد البدائل الأخرى غير المجلس بدون تسع رؤوس، لأننا نعرف جيدا أن هذا المجلس يدعمه المجتمع الدولي. طيب. إغراض دولية. طيب واضح. أجندات دولية ليس أجندات وطنية. طيب سيد الفقيه، الاتفاق ينص على أن لجنة مكونة من عضوي مجلس النواب وأيضا عضوي المجلس الأعلى للدولة برئاسة مستشار من المحكمة العليا يوافق عليه الطرفان، لماذا يعني لا يجري اعتماد هذه الآلية؟ أقول مجددا، لو حسنت النوايا وفي صدق حقيقي، الاتفاق السياسي وضع حلول المشاكل الموجودة الآن ووضع حلول للمشاكل المستقبلية إن حدثت. من ضمن المشاكل المستقبلية حدوث أي خلاف، كما ذكرت أنت المادة 13 في الأحكام الإضافية.
حل إذا احتجنا إلى تغيير هذا الاتفاق أو إلى تغيير المجلس الرئاسي أو إلى تغيير مادة في الاتفاق، المادة 12 في الأحكام الإضافية كذلك نصت على آلية التغيير التشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة والاتفاق على صيغة ثم تعتمد مجلس النواب بدون أي تغيير. لكن للأسف والمرارة ما أسمعها الآن للأسف من زميلنا الشيباني هو كلام الحقيقة لا يليق بمسؤول. النقطة الأولى أن يقول لا نثق، من يعني من لا يثق في من يعني؟ هل أنت أصبحت مرجعا من تثق فيه يعطى ومن لا تثق فيه لا يعطى؟ المجلس الرئاسي التسعة منهم اثنين من أعضاء مجلس النواب، اثنين زملاء لي يعني السيد فايز السراج عضو مجلس النواب، السيد علي قطراني عضو مجلس النواب، لهذا كان وزير في حكومة السنين يعطوه الاعتراض على مجلس أولى أخرى. يعني بعد من النقاش ومن الجوار مجلس الدولة مجلس النواب إلا الاعتراف الدولة لماذا واضحين لماذا طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد الفقيه أو هناك رداء في الصوت من المصدر، سنعود إليه في سياق هذه الحلقة. أذهب بالحديث مرة أخرى إلى السيد فؤاد. سيد فؤاد، يعني هل ترى من تخوف على مستوى المدة الزمنية التي قد يأخذها تعديل مسودة هذا الاتفاق إن تم الوصول إلى هذه النقطة؟ هو الخوف اكثر على ما يحدث في ليبيا، الازمه الاقتصاديه اللي صايره. يعني اعتقد ان احنا اهم شيء في ليبيا هو المواطن، وان كل هذه الاتفاقيات وكل هذه الحلول الوسط اللي وصلنا لها لاجل المواطن. المواطن هو من يعاني، الكل يعلم الازمه المعيشيه الخانقه اللي عايشينها الناس. يعني فاعتقد ان هذه اول شيء. ثاني شيء شيء مهم جدا اللي بنقوله، اللي هو اللي قاله السيد الشيباني منهم يريدون الرجوع للمسوده الرابعه لاجل رئيس ونائبين. هو من طلب توسيع المجلس الرئاسي؟ ألم يكن السيد عقيلة صالح؟ يعني هذه أول شيء، يعني لماذا نكذب على بعضنا؟ هذه الحقيقة. وبعدين السبب للمسودة الرابعة شيئين أساسيين. أول حاجة المسودة الرابعة ما فيهاش موضوع المادة الثامنة اللي هي حفتر، يعني للإبقاء على حفتر، هذا أولا. وثانيا صلاحيات مجلس الدولة أو المؤتمر الوطني السابق أقل بكثير. والشيء الثالث وهو في نفس الفقرة الثانية، ان تشكيلة مجلس الدولة لا تضم كل اعضاء مجلس الدولة الحاليين اللي هم اعضاء المؤتمر، بل يريدون ضم ناس اخرين. هذا هو السبب. اما حكاية انها رئيس ونائبين هذه سهلة جدا، اسحبوا القطراني والمجبري اللي هم ممثلين للبرلمان ويولي المجلس الرئاسي رئيس ونائب ورئيس ونائبين. او كما قال السيد سليمان الفقيه قبل قليل، المادة 12 من الأحكام الإضافية واضحة، يعني بغض النظر عن المادة 13، إذا أراد المجلس الدولة والبرلمان تعديل الاتفاق يستطيعون ذلك عبر الاتفاق فيما بينهم ويضمنوه للاتفاق للإعلان الدستوري. فالخطوة لو كانت النية موجودة الخطوات واضحة وبسيطة، لكن هم لا يريدون. بكل بساطة البرلمانيين موجودين في مصر يأخذوا في 20,000 في الشهر، أمورهم كويسة، ما يوقفوش في طوابير المصارف، ما عندهمش اي مشاكل. وانا نقول على فكره انا اخالف السيد الفقيه، لان السيد الفقيه يقول ان المشكله في مجموعه بسيطه من مجلس النواب. لا، المشكله في كل مجلس النواب. وين المجموعه الباقيه بتاع مجلس النواب؟ لماذا لا ياتوا لطرابلس ليجتمعوا؟ الم يذهبوا الى طبرق في مخالفه واضحه لكل القوانين وبدون استلام حتى السلطه من المؤتمر الوطني ودعم من البرلمان سبب كل المشاكل اللي احنا فيها؟ علاش ما يجوش لطرابلس الان ويجتمعوا وهم عددهم اكبر من 25 او 30 واحد من كتله السياده المصريه اسف الوطنيه الموجوده في طبرق، ويديروا اجتماع ويمشوا الاعلان الدستوري. لكن المشكل في البرلمان كله ككل. الان ما فيش حل الا اخر، المفروض البرلمانيين هدومه، وهذا اللي طالب به السيد الصديق الكبير، ايقاف رواتبهم لان الجسم غير شرعي وغير قانوني. الصديق الكبير المفروض يحاكم لو انه يعطيهم رواتبهم لين يقوموا بواجباتهم، ويولوا لمره ثانيه اللي بيحسوا بمعاناه المواطنين اللي احنا يعانوا فيها الناس. ويكفينا عبث، يعني مش معقول ان على خاطر شخص اسمه حفتر قمنا بثوره ضد معمر القذافي، الان على خاطر حفتر نريد ان نخلي ليبيا تخش في كل هذه المشاكل لاجل يبقى حفتر. عباده الاشخاص ما زالت مستمره للاسف الشديد بينما الناس يعانون. وكل هذا النقاش هو في الحقيقه نقاش لا طائل منه، لانهم لن يوافقوا على شيء. هؤلاء
يريدون الاستمرار في هذا العبث اللي احنا موجودين فيه. طيب فقط طيب. نقطة واضح. ومن أول السطر واضح سيد فؤاد. أعود لي السيد الفقيه مرة أخرى حيال موضوع أزمة الثقة بين أعضاء الاتفاق السياسي وإيجاد يعني حلول للأزمة المنبثقة عن أزمة الثقة المتبادلة هذه. طبعا صوت فلا أدري يعني إلى أي مرحلة وصل من حديثي، لكن أقول نحن ما وصلنا إلى هذا أزمة الثقة للأسف يعني بين شعب متجانس، يعني شعب القواسم المشتركة متاعة فيما يظهر لي أنها تزيد على 99%. لكن لابد أن نعترف بالواقع ولابد أن نعالج هذا الواقع ولا نستسلم به. يعني الحوار كان صعب جدا، كان في صعوبة في المصافحة من باب الأولى أن نصل إلى نتائج، ثم انتقلنا إلى مراحل طويلة جدا حتى وصلنا إلى هذا الاتفاق اللي أراه متزن ولي تقييم بسيط. الاتفاق ليس مثاليا، يعني لي تقييم أقول أنه هو الطالب الذي نجح بتقدير مقبول ولكنه الناجح الوحيد. يعني كل من تكلم على الاتفاق السياسي لم يطرح بديل آخر قابل للتنفيذ، وليسوا أخوتنا في مجلس النواب أو أخوتنا في أي جسم من الأجسام يريد أن يعقب على الاتفاق السياسي. الاتفاق السياسي كما قلت يعني إذا وصلت الكلمة الأولى أنه وضع حلول للمشاكل الموجودة ووضع بعض الحلول للمشاكل المستقبلية ونحتاج هذه المرحلة. وبعض الأخطاء في الاتفاق السياسي لم يكن واضحين، كان للأسف سببها هو تعنت أخوتنا في طبرق، من أهمها الانتقال من الثلاثة إلى التسعة، من أوضحها الانتقال من الستة إلى التسعة. يعني كنا في الأصل نريد رئيس وزراء، لا نريد ثلاثة ولا تسعة، لكن كان في إصرار من أخوتنا على أن لابد أن يكون ممثل لمجلس النواب، كان قابلة لابد أن يكون ممثل للمجلس الرئاسي. ثم تضاعفت هذه الأعداد، وصلنا إلى إعلان ست أسامي، وتذكر الجميع أن ذكرنا ست أسامي فقط، كان بطلب من عقيلة، لكن للأسف طلبنا أن يكون هذا الطلب باجتماع رسمي في مجلس النواب وأن يكون طلب مكتوب. الآن يعيدون نفس الكرة، ما يتكلمون على تعديلات نحن طلبنا فيها الحوار السياسي أن يعقد مجلس النواب مجتمعا بأكملة ويقرر ماذا يريد ويتحمل المسؤولية ويكون على الشاشات معلن أمام الشعب الليبي ليتحمل مسؤولية الكاملة التاريخية والأخلاقية. لكن أن تطلع مجموعة من هنا أو هناك أو أفراد وأن يسمي نفسه هو الوطني وأن يتكلم على الآخرين على أنهم أطياف وألوان، نحن شعب ينبغي أن نحترم الخلاف، لا يفسد الود قضية ولا نصلنا إلى اختلاف، أن الاختلاف لا يصلنا إلى خلاف أن نصبح مختلفين. أما أن نكون متنوعين فهذا إطراء. السيد كوبلر يستدل به ويجتمع به ويرفض بعض الأحيان. أقول كوبلر هو منسق ليس له من صلاحياته، لا يقبل تعديلات ولا يغير اتفاق ولا يوعد بمناصب ولا يعفي من المناصب لتكون الحقيقة واضحة أمام الشعب الليبي، لأن هذه الأصوات تحق الليبيين ويعتقدون أن لن يحل مشكلة ليبيا إلا الليبيين، ولكن احتجنا إلى عامل مساعد لنا، نحن جزء من العالم، لسنا في كوكب آخر، نحن في كوكب محيط، نعلم تأثيرات الدول الجوار ونعلم تأثيرات العالمية. وللأسف وأقولها من هذا المنبر، الأزمة الليبية لا يقل عن 80% منها بتدخلات إقليمية، تدخلات إقليمية واضحة للجميع لا تريد استقرار لليبيا بنظرة لمصلحة بيض. وللأسف أن يتكلمون على السيادة الوطنية، يتكلم يعني يقول أن نحن ليبيا مباحة، نفطها مباح وأرضها مباحة، وما ما يريده الآخر نعطيه، لن نسمح أن نعطي ليبيا لأي بلد كان. طيب واضح. نسمح بالشراكة، نسمح بأن نتعاون، نحن جسد واحد كأمة تربطنا. طيب واضح سيد فقيه. كثيرة جدا. لكن طيب واضح كي نستثمر ما تبقى من وقت مع بقية الضيوف. أعود للسيد عبد المطلب. سيد عبد المطلب، هنا ما الذي يضمن أن يشكل فتح الاتفاق السياسي أمام التعديلات عنصرا قد يؤزم الوضع ويزيد حالة التقاطب بدل حلحلة الوضع؟ نعم، هناك رأيان. هناك رأي أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، وإلى يعني الأمور تضخمت مثل كرة الثلج ومستمر العناد
قصة الكلام اللي قال السيد الشيباني أزمة الثقة. يا سيدي أزمة الثقة نحن أبناء وطن، وتقول أن احنا الثلاثة من طيف واحد، على ليس دفاعا عن السيد الأستاذ سليمان فقيه عضو مجلس النواب، هذا من أكثر رجالات مجلس النواب تسامحا، ويعني حتى وجه بانتقادات من رفقاء ليه من الوطن وتيار انتقدوا بأنه تساهل وتسامح. هو تسامح من أجل الوطن، هو ليس عدوا لك. يجب أن نتعلم أستاذ الشيباني من الرئيس أوباما، هذا الرجل الذي تخلى عنه والده وربات جداه وأمه في أمريكا، عصامي وحكم الولايات المتحدة 8 سنوات، اليوم تكلم في اليونان وقال كلم ترامب قال له نحن في مركب واحد. نحن في مركب واحد أستاذ شيباني، نحن لسنا أعداءك، ونحن لا نؤمن بالقبيلة ولا نؤمن قبيلتنا ووطننا ونفكروا في الأجيال. ليبيا مناش أعداءك احنا، القصة مش قصتك أنت وقصتي أنا، قصة أجيال وقصة وطن عظيم وجميل. نرجع إلى نقطة سؤال حضرتك أستاذ محمد. هناك سيناريوهين، هناك رأيان، أنا استطلعت الآراء. هناك رأي يقول يمثل زي ما تقول يتمسك بالنصوص، يقول أن لا مانع من يعني القول في فتح المسودة أو تغيير مادة أو كذا أو إلى آخره، أو استبدال اللي هي المسودة الرابعة استبدال 9 بـ3 مثل ما قال أستاذ الشيباني. في اجتهاد موجود وكان من البداية الحقيقة أن العدد كلما زاد العدد، إذا كلما ما قل العدد يقل الخلاف. طيب. كان من الأجدى، وأنا هذا رأيي ورأي كثير من الناس، أن من البداية يكون رئيس مثلا من العاصمة ورجل ورئيس وعضوين من الشرق ومن الجنوب من البداية، وأقل خلاف وكذا إلى آخره. وفي رأي ثاني يقول نعم فضلوا تفتح المسودة، ولكن وفق الاتفاق ووفق يعني القوانين اللي اندارت مثل ما قال الأستاذ سليمان. هذا الاتفاق السياسي أخذ وقتا كبيرا وأريق فيه كثير من المداد والحبر ونقاشات وكذا. وبالتالي ويعني الرأي الثاني يقول لا لفتح المسودة، ولنستمر ونحلحل الأمور ونقدم تنازلات، لأننا لا نضمن أن تستمر قصة لنغير هذه المادة ولنغير. إذا فتح هذا الباب، هناك رأي آخر سياسي وقانوني يقول نحن نخاف ونخشى أن لا يغلق من جديد. ونقول للسيد لنتجاوز، الأستاذ الشيباني ليس من باب المناكفات، لنتجاوز اللغة القديمة ولنستفيد من أخطائنا. والبديل سيء جدا هو العودة للاحتراب وللدم، وهذه نقطة. النقطة الثانية مسألة الطيف الذي ذكره، الطيف الموجود في طرابلس والمحسوب والمعزوفة انتعت إخوان مسلمين وميليشيات وكذا، هذه قصة انتهت أصبحت من الماضي. طرابلس الآن لا ترجع إلى لا تركيا وإلى إلى قطر ولا تسأل في أحد، لكن طيفك يا سيدي وتيارك ما زال ماشي جاي على أبو ظبي علنا، ويتلقى في التعليمات من السيد منصور بن زايد أصغر أبناء الشيخ زايد رحمة الله عليه وزير شؤون الرئاسة، ومقيمين موجودين بجوار السيسي. ولا حل، طيب الحل واضح. يجب أن احنا وصلنا إلى قناعة. طيب. وصلنا عفوا. طيب سيد وصلنا سيد عبد المطلب، يجب أن نجلس على طاولة، عفوا على طاولة مستديرة، ونحل مشكلتنا نحن الليبيين. طيب. بأنفسنا. واضح. وليبتعد كل من واضح هو سيد عبد المطلب وكل لنستمع من هو متشدد من طيب أجل سيد عبد المطلب واضح. نعم. لنستمع لرأي السيد الشيباني. سيد الشيباني هنا في هذه النقطة، ما تصوركم بالتحديد لتعديل هذه المسودة؟ نعم، فقط أريد أن أرد على السيد عبد المطلب. حقيقة أن عندما قال أننا يعني احنا ليبيين واحنا اخوة واحنا ما فيش حد، يا اخي انا من قتلني ومن عذبني ومن هجرني ليبي، اللي قتلني ليبي واللي عذبني في السجون ليبي واللي طبخني في الطنجرة ليبي واللي هجرني ليبي. انت ما تحكيليش على الامور هذه، احنا عارفين ومقيمين الامور، وعندما نتكلم من مرارة ومن واقع مؤلم عشناه وما زلنا نعيشه يا سيدي.
ما تحاولش تفلسف الامور وتظهر لي الان بمظهر اننا الليبيين نحن ملائكه والليبيين نحن حنينين على بعضنا، نحن الليبيين ذقنا يعني المراره والالم من الليبيين ودمرون الليبيين واللي كسروا ليبيا الليبيين واللي تعاملوا مع الاجانب ومع الغرب ومع التركي ومع قطر الليبيين واللي جابوا لنا التنظيمات الاسلاميه والميليشيات ودمروا البلاد وحرقوا مطاراتنا وخلونا دوله فاشله ليبيين. الامر هذا بصراحه أنا ما تحكيليش عليه، لأن لما بتحكيلي عليه هني هنفتح المجال في حديث قد لا ينتهي. فيما يتعلق بقطر والإمارات وأصغر ابناء الشيخ زايد يعطي في نحن نعترف أن الإمارات ومصر تساعدنا في مكافحة الإرهاب وقلناها علنا ونزور فيهم علنا وماناش موطين راسنا في الأمر هذا، لأن نحن نكافح الإرهاب ونكافح الميليشيات التي عارضت في أرض فسادا ولن نتأخر في هذا الأمر. قطر وتركيا دورهم معروف والليبيين عارفيننا ودور الإخوان المسلمين المدمر في ليبيا عارفينها والأجندة العالمية اللي موجودة في مع الإخوان المسلمين عارفينها وسياسة الدولة وسياسة وتعزيز سياسة الفوضى في ليبيا عارفين من يقود فيها وعارفين من يؤيدها وعارفين من جابها ليبيا وعارفين من دمر ليبيا يا سيد. طيب. الأمور كلها واضحة ولا تحتاج إلى 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 فلسفة. طيب تصوركم للتعديل سيد الشيباني فيما يتعلق بهذه المسودة. نحن ويجب يعرف الجميع أن السيد عقيل صالح عندما طلب توسيع المجلس الرئاسي فكان ذلك الأمر عندما قام السيد ليون بوضع السيد معتيك إلى جانب السراج والكوني وعلي القطراني، فقالوا النواب كيف بوضوح نقولها كيف تعطى لمصراف إقليم رابع. عندما دخل عندما كانت أربعة قالوا أن هذا يعني أن السيد ليون يريد أن تكون مطراف إقليم الرابع وهذا تعدي على الأقاليم التاريخية الثلاثة اللي هي برقة وطرابلس وفزان، ولهذا لابد أن نوسع المجلس الرئاسي حتى نلغي هذه السابقة. هذا خذوها على بلاط هيك واضحة ويمكن قال حد قبل في الإعلام، لكن نقولها لكم هذا السبب اللي جعل مجلس النواب يطالب بتوسيع الاتفاق بتوسيع المجلس الرئاسي حتى لا تحسب مطراف إقليم رابع. قلع واضحة فيما يتعلق بالتعديل. نحن التعديل نحن نرى أن التسع رؤوس وما حصل بينهم من تناقض ومن تضارب ومن تلاكم ومن يعني عدم تفاهم، نحن بصراحة لا نثق أن نضع ليبيا في أيدي مجموعة متلاطمة متضاربة متناقضة. ما نراه صحيح هو أن تكون رئيس ونائبين الأقاليم الثلاثة يمثل الأقاليم التاريخية الثلاثة وبعض التعديلات البسيطه فيما يتعلق بالقياده العامه للجيش الليبي، رغم اننا نحن قدمنا ما يقرب من 56 تعديل في عن طريق لجنه الأربعين قدمناها للسيد ليون والسيد ليون لم يقدم منها تعديل واحدا، وذلك التواطؤ من لجنه الحوار لمجلس النواب التي لم تقدم هذه التعديلات. نحن التعديل الضروري والاساسي رئيس ونائبين ثم الغاء الماده الثامنه وبعض التعديلات البسيطة التي قد لا تمس حتى مجلس الدولة. نعم. طيب سيد الفقيه، يعني بناء على هذا الاتفاق السياسي هل يجب التعديل أولا أم أنه يجب في بدء الأمر تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري؟ كما قلت سابقا يعني لا يمكن أن نعدل اتفاق تم التوافق عليه وتم توقيعه قبل أن يكتمل. هذا نقد ومضي على الوقت يعني، واقول يعني ما يعني لا نريد ان ندخل في مزادات ولدينا ما نقول. الشعب الليبي نحن نبحث عن ايجابيات، ليس شعب ملائكي. نبحث عن ايجابيات ولو بحثنا ودققنا لوجدنا اشياء اخرى كثيره جدا. الان امامنا اتفاق سياسي، تم قبوله من مجلس النواب بجلسه علنيه كامله، ثم تم الالتفافات الاخرى التي الهدف منها هو عرقله مسار الدولة والوصول بالدولة إلى دولة فاشلة إلى دولة مفلسة. الكل يبكي على المواطن وهو من يعرقله. الاتفاق السياسي طبولة في تفسيري هو يعني تعديل دستوري، لأن المادة 66 تقول أن مواد الاتفاق السياسي والأحكام الإضافية والملاحق هي واحدة. المادة 67 تقول أن الاتفاق أصبح نافذا بمجرد توقيعه. حتى التعديل الدستوري كان هو الملحق الرابع وراه لتكون واضحه هو شكليا، لان مجلس النواب انشا الاتفاق السياسي وجعلنا مفتوح فيه المجال لمجلس النواب وللمؤتمر الوطني
احتراما للوضع السياسي في ليبيا. ملك تونس بحكم المحكمه يرى ان المؤتمر الخاص بالتعديل الدستوري وتم ارضاه ولا حجه له. من يرى ان مجلس النواب منتخب وهو صاحب السلطه يتم بالتعديل الدستوري ولا حجه له، لان في ازمه سياسيه، لا ماهيش ازمه قانونيه بحته. الان اذا مجلس النواب يريد شريك، لا يريد الانفراد، بل مش مجلس النواب، لنكون منصفين، هي جزء بسيط من مجلس النواب مسيطر بحكم الظروف التي يعلمها الجميع، لان مجلس النواب لم يجتمع جلسه مكتمله خلال 2016 الا جلستين على اقصى تقدير، والباقي كله تعليقات بعدد قليل جدا، وهذا ليس شغل مجلس النواب. في دوله تمر بازمه، على مجلس النواب ان يتم المصادقه على التعديل الدستوري، ثم يدخل في تفاوض مع مجلس الدوله باي طريقه كانت. اذا عجزوا كفريق الحوار وهو مرسل فيه الجميع، يستطيع ان يكون حلقه وصل بين مجلس النواب ومجلس الدوله، ونستطيع اذا وصلنا الى نقطه صعب فيها اتفاق نستطيع الاحتكاك الى القضاء. طيب يعني واضح سيد الفقيه. واضح سيد فؤاد، هنا ما رايك في هذه الجزئيه، لا سيما وان الماده الثانيه عشرة من الاحكام الاضافيه نزعت الشرعيه عن كل الاجسام في حال لم يضمن الاتفاق في الاعلان الدستوري؟ وهذا ما نقوله دائما، يعني الان الحل الوحيد اللي امامنا هو ان المجلس الرئاسي يسير بالعمل، ومعاه ممكن يتولى مجلس الدوله السلطه التشريعيه زي ما قال السيد الشيباني، بالضروره احكام احنا بنتخذوا نفس الخطوات اللي قام بها مجلس النواب، لما هو قال للضرورة احكام الان للضرورة احكام، ما فيش مجلس نواب، يتولى مجلس الدولة السلطة التشريعية، وهو منتخب بالمناسبة ايضا من الشعب، بل ان عدد الذين انتخبوا المؤتمر الوطني العام هم 3 أضعاف من انتخب مجلس النواب، ولتسير الامور للامام يعني من غير ما اقول نزل ننتظره. الشيء الملاحظ المهم جدا يعني الان اللي نشاهد فيه من ضيوفك، نسمع في السيد سليمان الفقيه والسيد عبد المطلب يتكلمون بلغه مسالمه، لغه مصالحه، كنا ليبيين المفروض نخرج من الازمه الى اخر هذا الكلام، بينما ضيفك الاخر السيد الشيباني يقول لا احنا مش كنا ليبيين والليبيين مجرمين، واحنا فعلا كنا في الامارات، يعترفوا انهم ياخذوا في الاستعانه من الامارات ومصر ومن غيرها، وانهم يبغوا يحاربوا الليبيين، وانهم يبغوا يدمروا ليبيا، ولن نصل معهم الى حل. يعني انا نصيحتي لكل من يحاول الوصول الى حل مع هؤلاء، لا فائده، هؤلاء لن يصلوا معنا الى اي حل، هؤلاء يريدون فقط حكم سيدهم حفتر والاستيلاء على خيرات ليبيا. طيب. ولا يهمهم لا الليبيين ولا الشعب الليبي ولا غيره. طيب ضيع وقت الكلام معهم، صحيح للاسف الشديد نحن نضطر نتعامل معهم حتى نصل الى حل لهذه الازمه الخانقه اللي هي في ليبيا، ولكن هو كلام ضيفك لا فائده. طيب واضح. لا لن نصل معهم الى اي حل. طيب. سيد عبد المطلب، ما المطلوب حاليا من الفرقاء السياسيين لإنهاء حالة الانقسام وتقديم تنازلات سياسية من كل الأطراف والتي ربما لا تحسب خسارة على كلا الطرفين؟ نعم، جميل هذا السؤال. الحقيقة أستاذي أستاذ محمد، القصة كبيرة، قصة الذي يدخل العمل الوطني والعمل السياسي والعمل النضالي من أجل الوطن ومن أجل الأجيال، هذا مغرم وليس مغنم، هو معرض للنقد وللقتل ولكل شيء. الحقيقة يجب أن يترفع عن الصغائر، ويجب أن مثل ما قال دكتور فؤاد، احنا نقولوا له احنا إخوة، وهذا ليس كلام، هذا كلام من القلب وكلام حقيقي، وصلنا إلى قناعة. قصة حرب البسوس، يجب أن لا يمكن القتال الإخوة الأعداء، وحرب دحس والغبراء ستستمر إلى ما لا نهاية، وفي النهاية سوف نجلس على طاولة. وبالتالي العقلاء في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية والعالم كله بدأوا يحلون مشاكلهم وهم مهندمين وجالسين ويشربوا في عصير وكذا، وساعة وساعتين وتنتهي القصة، لأنهم ضاقوا الويل من الحروب، وما الحرب إلا ما علمتم ودقتم. ويعني إذن المطلوب الإجابة على سؤال حضرتك سنة أولى علوم سياسية تعرف السياسة هي فن الممكن، والأزمات الكبيرة لا يمكن أن تحل دفعة واحدة درجة درجة، مثل مدار هنري كيسنجر في مسألة دبلوماسية البينج بونج تنس الطاولة،
خطوة خطوة، وتبدأ بالأزمات الصغيرة. احنا أبناء وطن واحد، بلادنا كبيرة، بلادنا غنية، تعدادنا السكاني قليل، ما عندناش المشاكل، ما عندناش خلاف مذهبي كبير، ما عندناش، وبالتالي نحن يعني الأقل بالرغم من كل ما يقال عن ليبيا وبكل ما تتناقله وكالة الأنباء وهذا التضخيم، نحن بلادنا بالإمكان إذا هناك إرادة سياسية وتفكير في الأجيال وفي الوطن، ويتذكروا الأباء المؤسسين للوطن اللي كانوا جزء كبير منهم أميين ولكنهم كانوا في مستوى عالي، كانوا قامات شامخة وما زلنا نذكرهم بالخير، عفوا، لابد من تقديم التنازلات ولا بد من تفكير في الأجيال ولا بد. أما هؤلاء أشباه يعني الذين لا يفهمون السياسة عن نهاية هذا اللقاء سيد عبد المطلب وما زال عفوا ويتكلمون بلغة. سيد الشباني، في ظل الحديث عن التنازلات، هل مجلس النواب مستعد لتقديم تنازلات قد لا تعتبر خسارة سياسية لإيجاد تسوية سياسية ووقف حالة الجمود التي تعيشها البلاد؟ نعم، مجلس النواب قادر أن يقدم تنازلات، وقدم في الماضي تنازلات مرة حقيقة، ونحن نعتبر التنازل من أجل الوطن رفعة وليس تنازلا، ولكن حقيقة لمن تقدم التنازل؟ هذا التنازل ليس للوطن، هؤلاء الذين انقلبوا على المسار الديمقراطي والذين يعني انقلبوا على صندوق الاقتراع وتبنوا صندوق الذخيرة وحول البلاد إلى فوضى وإلى لا دولة. هؤلاء يدعمون مشروع اللا دولة ويدعمون الفوضى ويعززونها. نحن إذا رأينا وإذا كنا متأكدين ومتيقنين بأن الطرف الآخر يسعى لقيام الدولة ويسعى للنظام ويسعى لرفاهية المواطن ويسعى للابتعاد عن الحرب، نحن قادرين على تقديم المزيد من التنازلات. ولكن نحن نعلم جيدا بأن هؤلاء لا يريدون دولة، هؤلاء يريدون السيطرة على البلاد وحكم البلاد وتمكين وتوكين حلفائهم من البلاد، وإقصاء الطرف الذي جاء بالديمقراطية ويؤيد الديمقراطية والمسار الديمقراطي. ولهذا هؤلاء لم يتركوا لنا مجالا للحوار الحقيقي. حتى عندما جلسنا معهم للحوار وكنا نظن انهم عندما يبدون في تنفيذ الاتفاق السياسي وانهينا الحوار ووقعنا الاتفاق السياسي، كنا نعتقد انهم يحترمون الاتفاق السياسي. هم وبعثة الأمم المتحدة ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي هم البدر اخترق الاتفاق السياسي، هم الذين زالوا الاعتقاد فيهم بعد ان كسبوا شيء من الثقة. نحن نعلم ان لديهم خاصة الطرف الذي يؤيده الاسلام السياسي، نعلم ان لديهم المكر والدهاء والحيلة، ولكن كنا نقول من اجل الوطن ونتنازل من اجل الوطن نمشي للوطن. ولكن منذ بداية تنفيذ الاتفاق السياسي بدأ اللعب على الاتفاق السياسي. طيب، واضح سيد الشيباني، لأنه أقل من دقيقة تفصيلنا عن نهاية هذا اللقاء. سيد الفقي، أخيرا، ما تعليقك على مقترح إجراء انتخابات مبكرة وإلغاء جميع الأجسام التي تأخرت في إيجاد حلول للأزمات في البلاد؟ إذا سلخت الظروف فأرى أن هذا من أفضل الحلول، لأن الحقيقة يعني كلام عن النظام الديمقراطي وعلى كما قال زميل الشباب، ونريد أن نختم ختام طيب، ليعلم الجميع أن للأسف يعني مجلس النواب كان المشاركة فيه قليلة جدا، وكان الزخم الإعلامي كان سيء ضد الاتفاق السياسي ضد الانتخابات، ويعلم الجميع من مصدر، وكان فيه انقلاب عسكري أعلن ويريد تهيئة الناس أن لا يدخلوا في أي انتخابات. ولكن بفضل الله عز وجل كانت فيه مشاركة من بعض الليبيين الذين انتبهوا، ولا أريد التمييز، ولكن اضطررت اضطرارا مدينة نصرة بحكم أن كنت منها كانت أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات، وعلى المستوى الشخصي كنت ثاني شخص في عدد الأصوات، وأوصل هذا الانتخابات أوصلت ناس بأصوات قليلة جدا، يقينا مجلس النواب فيه ما يزيد عن 100 أصوات من تحت الألف. فالحقيقة اللجوء إلى انتخابات ظروف تسمح بها وتكون فيها حرية هذا أمر مهم جدا، ولكن الآن في الظرف اللي طيب واضح غير مناسب، نعلم أن ما ليبيا الآن تحت حكم السلطة المدنية المحلية التي تغذى وحطها المسابة المدنية الآن استثنت من الموقف،
وللاسف اخوتنا في طبرق وهم جزء من مجلس النواب لم يتكلموا كلمه واحده عن هذا التصرف الذي هو ضد الديمقراطيه وضد التداخل مع السلطه وضد نتائج فانا اؤيد انتخابات لكن تكون باشراف وبزاهه، واؤيد اجتماع مجلس النواب في اي مكان محايد يستطيع ان يقول كلمتهم ويقروا ما شاءوا ونقبل هذا المشرفين المنتخبين في 2014 ليس كتله بعينها. انتهى الوقت السيد الفقيه، أدركنا الوقت بالفعل. إذن بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم. نشكر ضيوفنا الذين كانوا معنا عبر الهاتف من البيضاء عضو مجلس النواب جبل الله الشيباني، وأيضا من مدينة مصراتة عضو مجلس النواب ولجنة الحوار السياسي سليمان الفقيه، وعبر سكايب كان معنا من روما الناشط السياسي محمد فؤاد، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي جمال عبد المطلب. شكرا لكم جميعا، والشكر الموصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على كرم المتابعة. في أمان الله.